نادي الاتحاد بينجح في تأجيل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري بعد ما أجبره على التعادل السلبي في مباراة أقيمت من ساعات قليلة، كي مباراة كانت مثيرة في أحداثها التحكيمية. مش هنتكلم على الأحداث التحكيمية هنا في ترند يلا كورة، ولكن هنتكلم على الأمور الفنية فقط. تاني فايلر بيرجع للعب برأسين حربة صراح بادجي ومروان محسن، كان لعب بيها فترة بعد كده رجع قدام نادي الإسماعيلي ولعب ببادجي بس، بعد كده النهارده رجع للاتنين سترايكرز وطريقة إلى حد ما في وجهة نظري أقرب إلى 4-4-2 أو 4-2-2-2. كل الأحوال هي خطة لعب بتعتمد على اتنين رؤوس حربة وبيشيل خالص مهمة البلاي ميكر. في الجهة الأخرى كابتن طلعت يوسف بطريقته الكلاسيكية بيلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة بس بيلعب فيها هاف ديفندر، شوفنا عمر الميداني كان هو الهاف ديفندر وبيرجع مع محمود رزق واسلام جمال في لما النادي الأهلي بيبقى في الحالة الهجومية عشان يكون ثلاثي كمساكين في خط الدفاع، وبالتالي تحول خط دفاع نادي الاتحاد لخمس لعيبة. لو حطيت ثلاث مساكين والاثنين الفول باكس بقت كده بتدافع بخمس لعيبة، والنادي الأهلي في الحالة الهجومية عامة بتبقى خطة متوقعة من الكابتن رعت يوسف قدام الأهلي أو الزمالك. ولكن ممكن يبقى الناس كلها بتشوف ان لعب فايلر ب 4-4-2 عشان يدي مساحه اللي كنا بنتكلم عليها مروان محسن انه يلعب بالكرات العرضيه ويستغل قدره مروان في حته الضربات الراسيه. ولكن قدام انا بقول لكم ان مروان محسن الطريقه الوحيده اللي يجيد فيها هو لما يلعب سترايكر تاني ويلعب حد جنبه عشان يشيل من عليه الضغوط ويساعده، ان مروان محسن ما يقدرش يلعب مهاجم لوحده. ولكن في نقطه مهمه، هتعملها من بدايه المباراه ولا هتعملها في الشوط الثاني؟ تفرق. ليه بقى؟ لان بادجي اللي انت اشتريته وكان عنده بعض المشاكل في بدايه انضمامه للفريق وفي المباراه الاولى كان في بعض المشاكل، قدر يطور نفسه ويسيستم نفسه على طريقه لعبك لغايه لما شفنا التالق اللي ظهر فيه حتى في مباراه نادي الزمالك. النادي الاهلي خسرها 3-1، بادجي كان نجم المباراه من جهه النادي الاهلي واجاد في مباريات كتيره لعبها، حتى في مباراه النادي الاسماعيلي شفنا الفنت الرائع اللي عمله في الهدف اللي جابه، وبالتالي بادجي بدا يسيستم نفسه في الحته دي. السؤال هنا، هل اللعب بطريقه فيها تعتمد على راسين حربه ربما تكون افادت مروان محسن لكن اضرت ببادجي كتير جدا جدا جدا؟ وتعالوا اشرح لكم ازاي بادجي ما بيعرفش يلعب مع مروان محسن بدايه المباراه، في نهايه المباراه تختلف كتير قوي. فتعالوا نشرح مع بعض النادي الاهلي ليه قدام نادي الاتحاد وقدام اي فريق هيلعب بنفس الطريقه دي بادجي بالذات مش هياخد استحاله انت كمتفرج او مشاهد تديله نفس الدرجه لو بدا هو مباراه لوحده ووراه بلاي ميكر كلاسيكي زي ما كنا بنتكلم على قفش او حتى لما بينزل له وليد سليمان في الشوط الثاني. طيب النادي الاهلي بدا بالشكل اللي احنا شايفينه اقرب على البورد، ال 4-4-2. مروان محسن كان في اوقات كتيره بيحاول يخطف وينزل ويسرق المدافعين معاه ويخلي بادجي بس هو لوحده، واول لما الكوره بتروح على الطرف على طول بيخش بادجي ومروان محسن عشان يكونوا الثنائيه عشان ينتظروا الكرات العرضيه. بالشكل ده انا انتظر من النادي الاهلي كم هائل من الكرات العرضيه وانتظر اجاده في ارسال الكرات العرضيه عشان توصل للاثنين دول، وهو ده الفكره او الهدف من طريقه اللعب دي. اي مدير فني بيلعب بطريقه بيلعبها عشان يوصل منها النتيجه، فلما تلعب باثنين سترايكر رؤوس حربه انت بتعتمد على الكرات العرضيه الكتيره جدا. طيب النادي الاهلي في المباراه بقى عمل كام كره عرضيه؟ تعالوا كده نبص مع بعض. النادي الاهلي عمل 19 كره عرضيه بس في 90 دقيقه، واذا قلنا مثلا في دقيقتين وقت بدل ضيع الشوط الاول و8 في الشوط الثاني بقى احنا لعبنا توتال 100 دقيقه. في ال 100 دقيقه دول النادي الاهلي عمل 19 كره عرضيه بس. طيب ده التوتال كام واحده صح؟ اتنين بس، يعني في كورتين بس وصلوا لاتنين لعيبه دول، فبنتكلم بنسبه اعتقد يعني ما تعديش حتى ال 5% نجاح للنادي الاهلي في انه يلعب على الكرات العرضيه الناجحه لاتنين لعيبه طوال. شفنا يعني اخطر فرصه كره عرضيه في المباراه كلها بتاعت مروان محسن في نهايه الشوط الاول لما حطها جنب القائم الايمن، هي الزنفلي، هي دي بس الكره العرضيه اللي ممكن تقول كان فيها بعض
الخطوره وعملت فرصه على المرمى، كره واحده فرصه خطيره للنادي الاهلي من التكتيك او من الاسلوب ده اللي انت اوريدي وزعت لعبتك عليه. احمد الشيخ في تطور هائل في ادائه الدفاعي وادائه البدني، كان في كوره واحد على واحد في جنب اليمين وقدر يحط جسمه ويقدر يستخلص الكره لنفسه بشكل كويس جدا، وهنا نقطه لازم اشيد بيه في المساله ان هو بيتدرب على نفسه جسمانيا كويس وعلى عضلاته، عشان كده بقى قوي في الحفاظ على الكره. ولكن احمد الشيخ واجاي مجهوداتهم كلها هتضيع في طريقه اللعب دي. ليه؟ احمد الشيخ احنا عارفين ان هو لاعب مهاري قوي ولاعب بيحب ياخد الكوره ويخش من الطرف للعمق، مش لاعب يفضل طول الوقت يرسل كرات عرضيه. بيعملها كويس طبعا ويعملها احسن من اجاي. اجاي ملوش مكان في الطريقه دي، وجهه نظري قلتها قبل كده وبعيدها تاني، اجاي ملوش مكان خالص في طريقه اللعبه دي. ربما الحاجه الوحيده الحسنه الوحيده ممكن تاخدها منه ان لو الكوره جت من الجانب ده اجاي هيخش عشان يبقى لاعب تالت داخل منطقه الجزاء، هو لاعب طويل وبرده لعيب هيدر وبيقدر يلعب بيه الراس كويس. لكن انا ما اقدرش استخدم كل اللعيبه بتاعتي عشان طريقه اللعبه دي. ليه؟ انك هتوصل النهارده نادي الاتحاد عنده كواليتي لعيبه كويس جدا وممتازين جدا، مش هتقدر تلعب عليهم كوره كتير، هما بيضغطوا عليك طول الوقت ولاعيبه لياقتها البدنيه كويسه. ادلل على الكلام ده بايه؟ احنا متعودين النادي الاهلي في مباراه واحده بيعمل اكتر من 500 و600 باص في مباراه، يوم ما يقول النادي الاهلي النهارده باصاته قليله يعمل 400 450. طيب النادي الاهلي النهارده عمل كام باص في المباراه كلها؟ عمل 346 باص تمريره في المباراه كلها. كام واحده منهم غلط؟ 100 100 تمريره غلط. ودي لما نقول تمريره غلط يبقى ايه؟ يبقى معنى ان الكوره مع لاعب من النادي الاهلي ما قدرش يوصلها لزميله. ده حصل كم مره في المباراه؟ 100. يبقى كده نسبه النجاح في التمريرات كام من 346 احنا قلناهم؟ 71%، نسبه قليله جدا. ليه؟ نادي الاتحاد في طريقه اللعب يلعب بيها دي مع طريقه اللعب اللي لعب بيها فاير ديانج وحمدي فتحي اتنين في وسط الملعب، عليهم كام واحد بقى؟ تعالوا نعد مع بعض. ده بيضغط وده بيضغط وده بيضغط وده بيرجع معاه وده بيضم. واذا حتى احنا قلنا ده الاثنين دول بتوع النادي الاتحاد هيفضلوا على الطرف، ما عنديش مشكله، ادي اربع لعيبه على اثنين. فوانت بتتفرج على الماتش ببساطه مش هتلاقي النادي الاهلي عنده اكثريه عدديه في نص الملعب ودايما الكوره بتتقطع منه، وانت هتحس كده ان انتشار لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب اقل او عدد اللعيبه اقل من لعيبه النادي الاتحاد. ليه؟ لعيبه النادي الاتحاد والكابتن طلعت يوسف لعب باربع لعيبه في العمق، فدايما في بريس على لعيبه النادي الاهلي بيمنعوهم من ان هم يحضروا الهجمه بشكل كويس. عشان كده عمق النادي الاهلي ما عملش اي خطوره على مرمى الزنفولي، ما فيش تسديدات، ما فيش اي وانتوهات، هنا في عزل تام للمهاجمين، وده الامر اللي بيخلي البلاي ميكر بتاعك يبقى مروان محسن اللي احنا دايما كنا بنقول اصلا ما يقدرش يلعب في طريقه بتعتمد على مهاجم واحد. فتخيل لما الظروف تجبره هو اللي ينزل ويبقى محطه اللعب بتاعك ويعمل الدور اللي بيعمله مجدي قفشه، ده مستحيل طبعا. وعشان كده هو ده اللي يخليك تقول النادي الاهلي شكله مش حلو، النادي الاهلي وحش. ليه؟ عشان طريقه اللعب والتكتيك اللي تم استخدامهم في توقيت غلط. احنا نقول ان مروان محسن لما تحب تلعبه كسكند سايكل، ولكن في الشوط الثاني فقط لما الدنيا تتأزم في مساحة وقت قليلة وكمان يبقى المنافس بتاعك اتهد دفاعيا، ان بالشكل ده كان طبيعي النادي الاهلي يظهر بشكل سيء جدا. نادي الاتحاد والكابتن طلعت يوسف كان قبل الطرد طبعا بيلعبوا على الهجمات المرتده، ما عندهمش اي مشكله ان هم يعملوا هجمات على مرمى الشناوي لان هم مش طمعانين في الفوز اكتر ما عايزين ياخدوا نقطه التعادل. وطبعا الرغبه دي بقى فيها طمع اكتر لما حصلت ركله الجزاء وحصل طرد احمد فتحي. هنا المباراه اتأزمت تماما على النادي الاهلي من الدقيقه 60 تقريبا 61، وطبعا كان الحظ كويس وطبعا الجهد بتاع الشناوي انه يقدر يتصدى لركله الجزاء خلى النادي الاهلي محافظ على التعادل. لكن من ساعه الطرد لغايه نهايه المباراه النادي الاهلي لم تسنح له غير فرصه واحده بس، اعتقد في وجهه نظري اللي هي بتاعه ركله الجزاء اللي كان المفروض ياخدها النادي الاهلي بس ابراهيم نور الدين ما حسبهاش. وتاني انا قلت مش هتكلم على الحالات التحكيميه في ترند يلا كوره، لا هنتكلم على الحالات التحكيميه في اللايف بتاعنا ان شاء الله يوم الخميس الجاي. ولكن
نادي الاهلي بعد نقص العدد دي ما تقدرش تعمل اي شيء، مفيش اي مساحه ليك بالشكل اللي انت عملته في الشوط الاول. حتى بعد ما انت نزلت عمرو السوليه، طبعا اكيد عمرو السوليه وحمد فتحي وديانج يقدروا يستحوذوا على الكره، لكن انت بتلعب منقوص العدد، وبالتالي كنت مجبر ان تتحول. هنشيل لاعب من اهو، والنادي الاهلي حول طريقته ل 3 3 3، وبدات الطريقه يبقى شكل الفريق في الملعب صعب جدا ان انت تقدر تخلق هجمات على فريق قوي بدنيا وفريق سريع وبيعمل عمليه الضغط والدبل بريس بشكل جيد جدا عليك، فده كان مستحيل يديك مساحه ان انت تقدر تخلق فرص. بل على العكس، كان كويس جدا من لعيبه النادي الاهلي ان هم قدروا يامنوا مرمى الشناوي من هو يستقبل هدف، وشفنا في الدقيقه الاخيره كم الانفرادات اللي راح بيها نادي الاتحاد من الاطراف، لان كان في مشكله في اطراف لما فايلر قرر انه يلعب بيه 3 مدافعين بس في الخلف. ده كان تحليل سريع لمباراه الاتحاد والاهلي. مبروك نادي الاتحاد النقطه، هارد لك نادي الاهلي ما قدرش يحسم الدرع في المباراه دي، وهيستنى طبعا للاسبوع الجاي، وان شاء الله اشوفكم في ترند، حلقه جديده من ترند يلا كوره ان شاء الله الاسبوع الجاي في مباراه الزمالك او الاهلي، وان شاء الله معاكم في لايف على صفحه يلا كوره على الفيسبوك يوم الخميس باذن الله الساعه 5، نتكلم فيها على الحالات التحكيميه وكل المواضيع الكرويه اللي حصلت خلال الاسبوع ده. شكرا جزيلا ليكم، كريم.